يعمل صبغة ستين introduction visualization of micro organism in the living state is quite difficult عشان أشوف لي الكائن الحي الصغير دي مرة صعب not only because they are minute ما لأنهم بس هم صغار but also because they are transparent and practically colorless لأنهم أصلا هم مرة شفافين وعادة ما عندهم لون in order to visualize them to study their structure لو عايزين نشوفهم عشان ندرس التركيبة بتاعتهم والشيب والأزر استركشر والجراكتريستيك والشكل بتاعهم وصفات الأخرى and to divide the microorganism into specific group ونقسمه لمجموعات معينة for diagnostic purpose من أجل التشخيص biological stains and staining procedures it become necessary to make them more easily visible لازم استعمل صبغات عشان تكون تحدد لي النوع بتاعت الجراثيم stains صبغة chemically defined as an organic compound مادة كيميائية تعرف بأنها مادة عضوية containing بنزين رينج الصبغة الستين فيها بنزين رينج plus كروموفور and an oxochrome group كروموفور and an oxochrome يعني بتتكون من ثلاثة أجزاء بنزين plus الكروموفور and oxochrome group chemical makeup of stains طيب التركيب الكيميائي للصبغة البنزين دي هي المادة العضوية organic compound كروموفور ده الكلر ده اللون oxochrome ionizing properties خاصية التأيون البنزين مع الكروموفور تعمل كروموجين 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 is a colored compound only هو ده الجزء المسبوق بالملون الأكسوكروم with كروموجين allows the dye to form salt compound that adhere to cells لما أجيب مادة الأكسوكروم مع الكروموجين وألاو الصبغة إنها to form salt compounds مركبات منحية وتلتصق مع الخلايا الطايبس بتاعتها بتاع صبغاتها والستين دي acidic dye صبغة حمضية وصبغة basic dye قاعدية neutral dyes اللي هي لا حمضية ولا قاعدية متعادلة الacidic dye negatively charged صبغات سالبة acid radicals invert color بيرت كلر اكزامبل ايوسين واسيد فوسفورسين وانديان انك والنيكروسين دي كل انواع بتاع صبغات حمضيه صبغه الايوسين والاسيد فوسفورسين والانديان انك والنيكروسين دي حمضيه والبيزك دايس صبغات القاعديه بتكون بوزيتيف لجارج ايجابيه بيزك كريتيكال كومباينز ويز ا نيجاتيفلي تشارج ان سيتوبلازم اند جيف كلرز بوزيتيفلي تشارج basic radical combine with a negatively charged in cytoplasm تديني لون example crystal violet بنفسجي والميثيلين بلو والهيموتكسيلين والجنشن violet the basic dye a neutral dye both negatively and positively charged بتكون سلبية وإيجابية الشحنة in part different colors to different component اللي هي صبغة الجيمس ستين والليشمان ستين دي صبغات المحايدة لا هي حمضية ولا هي قاعدية الجيمس ستين والليشمان ستين دي صبغات محايدة طيب type of staining technique أنواع الصبغات type of staining technique كيف نسبقهم simple staining ببساطة نحط الصبغة أو differential staining طيب السيمبل ستينينج يوز اوف سنجل ستين يجيب لي صبغه واحده فور فيجوالاينج اوف مورفولوجيكال شيب ان ارينجمنت تشبه الشكل والترتيب بتاع الشكل دي اللي هي سيمبل ستينينج الديفرنشال ستينينج يوز اوف تو كونتراستنج ستينز بيستعمل صبغتين تو كونتراستنج ستينز سيبريتد باي ديكولرايزنج ايجنت تو كونتراستنج ستينز صبغتين واجيب بينهم فرق بينهم بديكولرايزنج ايجنت أول حاجة عشان أعرف بها identification أتعرف وvisualization of structure شكلها كيف أول حاجة identification أشوف الجرام ستين حقتها وأشوف إذا كانت acid fast ستين بتاعتها كيف والvisualization of structure أشوف إنها إذا كانت هي زي spore ولا capsules طيب the types of staining technique طيب دي basic shape of bacteria أنواع البكتيريا أشكال البكتيريا يا إما تكون البكتيريا باسيلاي أو كوكاي باسيلاي أو كوكاي
الكوكاي اللي هي مكورة وباسيلاي تكون عصا شكل عصا عصبية باسيلاي، ودي الكوكاي تكون البيزك ستراكشر بتاعت الارينجمنت، يعني هم دي الاشكال بتاعتها هنا في الصبغة. الريجولار كلاسترز تكون عاملة بشكل كلاستر بس مش منتظم بشكل كلاستر. الريجولار كلاسترز دي مين هي؟ دي بتكون استافيلوكوكر، استافيلوكوكاي بتكون الكوكاي يعني مكورة، وبتكون عاملة كلاستر في مجموعات وبتكون مجموعات غير منتظمة. وتتريدز دي منو؟ دي المايكروكوكاي، مايكروكوكاي. وفي كينز اور بيرس، وبعضها بتكون في شكل سلسلة او في شكل ازواج. مين اللي بتكون في شكل سلسلة او كينز او بيرس؟ دي الستريبتوكوكاي. يبقى الاستاف لوكوكاي دي في شكل كلاسترز، واللي في شكل السلسلة دي بتكون الستريبتو. يعني ممكن اقول تشين واقول عليها استاف، لا تشين معناها ستريبتو صحيح، دي في الام سي كيو. طيب تشين ستريبتو سلسلة. طيب differential stains two or more reagent بجيب لي صبغتين او اكتر. distinguish bacterial groups specific structure example الجرام stain والacid fast stain. الجرام staining، طيب صبغة جرام نحن يعني بنسمع كثير يقول جرام بوزيتيف جرام نيجاتيف كلام زي كده، يعني شنو صبغة جرام دي؟ it is the most important differential stain used in bacteriology because it classifies bacteria into two major groups. أهم صبغة بيستعملوها على سين يشوفوها في يشوفوا بها البكتيريا هي صبغة الجرام دي، أهم صبغة. ليه؟ لأنها بتقسم لي البكتيريا كلها في نوعين، يا جرام بوزيتيف يا جرام نيجاتيف. الجرام بوزيتيف appears violet after gram stain، لو خدت فيها صبغة جرام يكون لونها بنفسجي violet. أما الجرام نيجاتيف، نيجاتيف يعني سلبي يعني أحمر خطر، جرام نيجاتيف red red appears red after gram stain، لما خدت فيها صبغة الجرام stain بتكون لونها ريد. فالحته دي برضو مهمه جدا في الاسئله، ان الجرام بوزيتيف فايولت افتر الجرام ستين، والجرام نيجاتيف هي ريد افتر الجرام ستينينج. طيب كريستال فايولت، الكريستال فايولت اضيف لها الايودين واضيف لها الكحول والسافرانين. طيب عندي هنا الجرام بوزيتيف ستاف اورياس، جرام بوزيتيف الاستاف اورياس هي جرام بوزيتيف. الجرام نيجاتيف في تصريح حمراء دي الايكولاي، الايكولاي اللي بتجي من النعاع والكلام ده. ستيب 1 كريستال فايوليت. طيب ستيب 2 جرامز ايودين، حط فيها صبغه الايودين. وستيب 3 اجيب دي كولورايزيشن اسيتون او الكحول، اجيب لها صبغه اسيتون او الكحول. وستيب 3 اجيب لها سافرانين ريد. في الاخر بتقوم تديني لون الفيوليت. اما الجرام نيجاتيف ايكوال لايت، اول حاجه خدتوا فيها الكريستال فيوليت، خدتوا فيها ايودين، بعدين خدتوا لها كحول، بعدين خدتوا فيها السفرسين ريد، هي بتبقى جرام نيجاتيف تبقى حمراء، اما الجرام بوزيتيف بتكون فيوليت في مكانها. اوكي دي طريقه بتاعه الصبغه، يعني طريقه الصبغه بيضيفوا اول حاجه كريستال فيوليت، يجيبوا صبغه بنفسج كله يعملها بالفيولت كلر، بعدين يضيفوا لها ايودين، بعد يضيفوا لها الكحول، بعدين يضيفوا لها صبغه حمراء اللي هي سافرانين. الجرام نيجاتيف تفضل ريد، اما الجرام بوزيتيف الجرام نيجاتيف بتاخذ الصبغه الريد، اما ديك تكون فيولت في مكانها. طيب جرام بوزيتيف بكتيريا وهنا جرام نيجاتيف بكتيريا. طيب دي جرام نيجاتيف وجرام بوزيتيف بكتيريا نفس الشيء، قالين الجرام بوزيتيف بكتيريا. طيب نشوف ايش يبغى مننا هنا. بيبتو جلايكان لاير سيل وول وسيل ممبرين الغشاء جرام بوزيتيف بكتيريا، تكلويك اسيد لايبوليك اسيد انتجرال بروتين. جرام نيجاتيف بكتيريا outer membrane of the cell wall عند الكليبتوكان layer of the cell wall cell membrane polysaccharide lipid A integral proteins gram negative bacteria. طيب gram positive bacteria، الجرام positive bacteria عندها acidic peptidoglycan layer من الرسمة اللي فوق. gram positive bacteria